الحولة حالة ضمر وكل حيال والعزة والنموسهم فالعرنين نقو حارة يرهم من عرق سلايع العصن جاي طاوية الميادين لا درهمات مثل النعيم المخايل أما وريس أسبع ولا شياطين درهمها منها تثور النذايل تصل قبل ضرب الفشاق النياشي أسرع من حد تعود السمايل في شط واحد تكسر أرقام شاطين تنافس كل الحجن في هوا ما دام باسم معزي الناس راضي اللي نزل في نجد فوق الاصايل فج عضا ودمع قبات الشياحين رغم المسافه والموارد قلايل ابيض وجه واخطر يمين وحمار عين ما شال زاده